السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان الأخوات المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في قناة لابينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي سنقدم من خلالها الجديد فيما يخص سكة التراموي. إذن بالنسبة للخبر، تلقيناه من عند الأخ حسن عمران مراسل مجلة في ذاكرة دي اش جي، كما كتشوفوا أمامكم، حول تركيب سكة خط التراموي والإغلاق مؤقتا للشارع محمد السادس باتجاه مركز المدينة. إذن بالنسبة للسي حسن عمران، كيتفاعل معنا عبر رقم الواتساب اللي كتشوفوا أمامكم، اللي هو 06-19-07-33-27. إذن هذا الخط هذا خصصناه للناس اللي بغي يتفاعلوا معنا، اللي عندهم الجديد وبغني يراسلونا وبغني يراسلوا قناة لابينا. نعم، إذا الموضوع كما قلنا هو أنه من يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 انطلاق أشغال التهيئة من الواجهة إلى الواجهة، حيث أن الشارع محمد السادس سيتم إغلاقه مؤقتا، والسبب هو تركيب سكة خط التراموي. إذن 10 أشهر فقط بعد انطلاق الأشغال الفعلية للخطين الثالث والرابع للتراموي الدار البيضاء، ستبدأ المرحلة الثانية من الأشغال والتي تهم التهيئة من الواجهة إلى الواجهة. ستتم هذه الأشغال تدريجيا في المناطق التي تعرف تقدما كبيرا في أشغال بناء منصة التراموي والسكك الحديدية عموما. سيتم الإغلاق جزئيا بالنسبة لشارع محمد السادس في كل اتجاه بشكل متناوب لضمان حركة السير في الاتجاه المقابل لمنطقة الورش. إذا من 26 نوفمبر 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2022، سيتم الإغلاق المؤقت لحركة السير في اتجاه واحد على مستوى شارع محمد السادس في جزئه الواقع بين شارعي إفني وشارع المقاومة، وبتنسيق مع السلطات المختصة لقد تم تحديد مسار لتحويل حركة السير عبر شارع إفني، زنقة كين كونس، شارع بشير إبراهيم، ثم زنقة كابيتان بويسيسو وشارع خريبكة. إذن هذا هو اللي كاين، هذا هو الجديد اللي كاين في هذا الفيديو، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم اللي غادي نتكلموا فيه على إطلاق طلب عروض لتهيئة كورنيش عين السبع في الدار البيضاء. إذن تفاعلوا معنا في الخط ديال الواتساب، اللي عنده شي جديد يراسلنا، مشكورين لكي تعم الفائدة. نعم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.